والجو بديع. صباح الخير واهلا بكل الساده المشاهدين اللي انضموا الينا من خلال شاشه الثانيه. يوم جديد بيبدا مع حضراتكم ومصر جميله. كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده شم النسيم عيد كل المصريين والاحتفال اللي كل المصريين بيستمتعوا بيه من الاف السنين. العادات والتقاليد ما زالت زي ما هي من ايام الفراعنه، البيض والسمك المملح والخروج للحدائق والمتنزهات من بدري. واعتقد زي ما حضراتكم شايفين معانا النهارده في الجنينه مليانه بجموع المصريين اللي بيستمتعوا جم من بدري جدا علشان يحتفلوا بعيد شم النسيم. طبعا شم النسيم بيجي بعد عيد القيامه المجيد، فطبعا دي فرصه ان احنا نهني كل اخواتنا الاقباط بعيد القيامه المجيد. كل سنه وهم طيبين، ونحتفل كلنا النهارده مع بعض بشم النسيم اللي بيعتبر من اجمل الاعياد اللي بنستمتع بيها كلنا. النهارده مع حضراتكم في مصر جميله بنتكلم على ثقافه الاستمتاع، والحقيقة ثقافة الاستمتاع دي ثقافة مهمة جدا وبيتأصل بيها الشعب المصري، لأنه إحنا كشعب مصري دايما بنحب الاحتفالات ودايما لينا طقوس وعادات كتيرة جدا في كافة الاحتفالات، ومنها مثلا شم النسيم اللي عاداته وتقاليده ما اتغيرتش من أيام الفراعنة، وده طبعا منقوش على عدد كبير من جدران المعابد. فالنهاردة هيكون معانا الدكتور فؤاد الدواش، أستاذ علم النفس الإرشادي جامعة القاهرة، وهنتكلم معاه على ثقافة الاستمتاع عند المصريين. وكمان هيصاحبنا خلال حلقتنا النهاردة فرقة نجوم الوادي بقيادة الفنان رضا الأمين، وهيقدموا لنا مجموعة من أجمل الاستعراضات وكمان أغاني جميلة. اسمحوا لنا إن احنا نرحب بفرقة نجوم الوادي بقيادة الفنان رضا الأمين. صباح الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين، واهلا بيكم معانا النهارده في عيد شم النسيم وفي مصر جميله. يا اهلا وسهلا. هنبدا مع نجوم الوادي باغنيه ونطلع على طول.